ناخذ بعض الاسئله. تفضل قدم نفسك وتفضل. وليد ابراهيم من الجزيره. اسمح لي معالي الوزير في اخباري. قلت من ضمن ما تحدثت فيه في هذا اللقاء هو تداعيات الحرب في اوكرانيا على الدول الثلاثه وعلى دول المنطقه بشكل عام، وقلت ان تم دراسه تاثيرات وابعاد هذا الوقت هذه الحرب على الوضع السياسي والاقتصادي. جربت تحدثت بشيء من التفصيل على الوضع الاقتصادي لكن لم تتحدث عن الوضع السياسي. على وجه الدقة ماذا تناولتم في موضوع الجانب السياسي والتأثير أو تداعيات هذه الحرب على البلدان الثلاثة؟ فلا تسمح لي مع الوزير الصفدي مع الوزير الأردني. منذ سنوات نسمع عن انبوب النفط العراقي إلى الأردن، سنوات عديدة كان هناك حديث كبير لكن حتى الآن لا يوجد تنفيذ. هل تم مناقشة هذا الأمر في هذا اللقاء، موضوع البدء بتنفيذ النفط أو انبوب النفط من العراق إلى الأردن؟ شكرا جزيلا. تفضل سيدي. شكرا جزيلا. بالنسبة للجانب السياسي للحرب، طبعا هناك تأثيرات اجتماعية سياسية اقتصادية بسبب الحرب على مختلف المجتمعات. كان بالأمس لنا اجتماع افتراضي، الجامعة العربية شكلت مجموعة تسمى مجموعة الاتصال، ومعالي الوزيرين هما عضوان في هذه المجموعة بالإضافة إلى وزير خارجية الجزائر، وزير خارجية السودان، وزير خارجية الإمارات، وأيضا وزير خارجية السعودية. بالأمس كان لنا اجتماعا افتراضيا لهذه المجموعة لكيفية تفعيل هذه المجموعة. المجموعة ذهبت إلى موسكو وإلى وارشو، وكان لنا لقاءات مع المسؤولين الروس، مع معالي الوزير لافروف، وأيضا مع وزير خارجية أوكرانيا. فنطرح هذه المسألة في إطار هذه المجموعة، وتم مناقشة كيفية تفعيل المجموعة وكيفية التواصل مع الدول الأخرى، لأن استمرارية الحرب لا تؤثر فقط على الوضع الاقتصادي العالمي ووضع الاقتصادي في المنطقة، ولكن أيضا استمرارية الحرب تؤثر على الوضع السياسي. فهناك جبهات مختلفة لهذا الحرب، جبهات سياسية مختلفة. إذا درسنا هذه المسائل وسوف نطرح بعض الأفكار مستقبلا في المستقبل القريب على الوزراء المعنيين، ولتحديد الخطوات التالية في إطار العمل السياسي من أجل التواصل مع طرفي النزاع، وأيضا من أجل التواصل مع الأطراف الأخرى التي تهم هذه المسألة. شكرا جزيلا معالي الوزير. سيدي، نحن عندما بدأنا الحديث في إطار آلية التعاون الثلاثي كان المنطلق أن نعرف المساحات والقطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، وأنجز الكثير فيما يتعلق بالنقل البري، تدفق السلع، نقل البضائع، والآن نجد أن الوضع أفضل مما كان قبل انطلاق هذه العملية، حيث تم التوقيع على عديد اتفاقيات وتم إيجاد وسائل أكثر من أجل التعاون بين دولنا الثلاث. هنالك أيضا موضوع الربط الكهربائي، الأردن ومصر بينهما رابط كهربائي، واتفقنا نحن وأشقائنا في العراق على الربط الكهربائي أيضا، وتم توقيع الاتفاقية والعمل مستمر، ونتوقع إن شاء الله أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية في بداية العام القادم بعد إكمال أعمال البنى التحتية الضرورية. فيما يتعلق بأنبوب النفط، أيضا نعتقد أن هذا مشروعا ينعكس بشكل إيجابي كبير على العراق وعلى الأردن وأيضا على أشقائنا في جمهورية مصر العربية، لأن الرؤية هي أن ننطلق من الأردن باتجاه الربط باتجاه جمهورية مصر العربية. أيضا هذا مشروع كبير يحتاج إلى كثير من الدراسات، يحتاج إلى كثير من التوافقات، وحسب تقييمنا المشترك بأن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذا المشروع قد تمت،
وننتظر الآن الخطوات الأخيرة. وكما قلت مشروع كبير لناحية المبدأ تم التوافق عليه، لناحية الدراسات الأولية التي تثبت جدوى المشروع تم التوافق عليها، ولناحية التحضيرات لإطلاق العمل فيه أيضا أنجز حوالي حسب ما توافقنا عليه اليوم حوالي 80%. فنحن ماضون، لكن مرة أخرى نأخذ بعين الاعتبار بأننا بدأنا بشكل كلي، حددنا كل القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، ومضينا حيث كان هنالك فرص سريعة للتقدم، تحديدا فيما يتعلق بقضايا مثل النقل وموضوع الطاقة كان أسهل الشبك الكهربائي. وهنالك أيضا حديث عن المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة على الحدود الأردنية العراقية، حيث ستعمل الدول الثلاث من أجل إطلاق هذه المدينة موقعا استثماريا يأتي إليه كل من يرى جدوى في الاستثمار، من أجل مرة أخرى أن نحقق التكامل الاقتصادي بيننا. وفيما يتعلق بهذه المدينة أعتقد أننا قطعنا حوالي 90% من الطريق باتجاه إطلاقها، والآن في المرحلة الأخيرة من إنهاء التحضيرات التي ستطلق عملية بدء جذب الصناعات والاستثمارات لها. شكرا. أحمد. نفهم أن التكامل الاقتصادي هو أساس العمل المشترك بين الدول الثلاث العراق ومصر والأردن، ويعني ينبغي أن تكون هذه الأعمال مبنية على أساس المنفعة المشتركة بين البلدان الثلاث وحتى شعوبها. لو إذا أردنا أن نسأل عن مقدار المنفعة الحقيقية التي ستصب على شعوب دول هذه البلدان الثلاث، وكذلك نسأل يعني تحدث السيد وزير الخارجية المملكة الأردنية الهاشمية عن المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية بين البلدين، كذلك موضوع الربط الكهربائي، متى نجد أو نتلمس هذه الخطوات الحقيقية تطبق على الواقع؟ هل هناك مدة زمنية محددة أن التحديات لا تزال تواجه هذه المشاكل؟ شكرا. إذا تسمح لي حول التكامل الاقتصادي جلالتك بالتأكيد أنه هذا التكامل والتركيز على الشق الاقتصادي في العلاقة شيء نعززه، ولكن ده لا يمنع أنه أيضا هناك إطار سياسي في إطار التواصل والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وبالتالي فهي علاقة متكاملة، علاقة تسعى إلى أن يكون لنا تأثيرنا ونستطيع من خلاله أن نعزز من مكانة الدول الثلاثة، من قدرتها السياسية، من استقرارها والحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية. لكن طب بالتأكيد أنه مركز هام في إطار هذه العلاقة هو التكامل الاقتصادي فيما بيننا، وما تدر هذه المشروعات المشتركة من فوائد أكيدة على شعوب البلدين، من حيث توفير فرص العمل، من حيث دفع العجلة الاقتصاد، البنية الأساسية المرتبطة بهذه المشاريع وما يفوقها سواء في النقل، في المواصلات، في الربط الكهربائي، وما يتيح من فرص لتكثيف القدرة الصناعية وتوفير الطاقة، الربط بالأنبوب والاستفادة من البنية الأساسية في الدول الثلاثة في إطار التكرير وفي إطار التصدير وتنوع مراكز تصدير النفط العراقي، أمر مهم حتى يكون هناك المرونة الاقتصادية الكافية اللي تعزز من الفائدة والعائد المرتبط بالمورد والثروة العراقية. نحن كما تحدث معالي الوزير نسير بخطى وثقة، وفي نفس الوقت ندرك ضرورة إسراع هذه الخطى حتى يكون هناك واضح للشعوب الثلاثة العوائد المباشرة لهذا. وتصور أنه ربما قضية الربط الكهربائي تكون الأقرب إلى الانتهاء نظرا لما تم إنجازه سواء على مستوى الربط فيما بين مصر والأردن، وهو قائم منذ سنوات ويوفر للأردن قدر من الطاقة التي تحتاجها، ولكن أيضا هذا سوف يأتي بطاقة للعراق من مصر ومن الأردن تجعل هناك قدرة على الانطلاق في توسيع رقعة النشاط الصناعي وتوفير هذا الاحتياج من الطاقة
للمواطن وتأثيره المباشر على حياة المواطن بصفة يومية. مشروعات الصناعية في جذب الاستثمارات إلى المنطقة الصناعية وأيضا ما تفرزه من عمالة وحركة اقتصادية هي فائدة متبادلة ومتساوية فيما بين الدول الثلاثة، وبالتأكيد عندما نجد البنية الأساسية والإطار التشريعي والدعم الحكومي يشجع المستثمرين في كل من مصر والأردن وما يتعدى ذلك إلى الدول العربية الأخرى الشقيقة والدول الأجنبية للاستفادة من هذه الحوافز وتسكين صناعات توفر احتياجات المجتمعات الثلاثة ولكن أيضا تؤتي بقدرة تصديرية لها فائدة في دعم الاقتصاد للدول الثلاثة. فالحقيقة هذا إطار واعد وعلينا أن نكثف جهودنا وعلينا أن نعمل على تذليل أي عقبات وفي أي علاقة فيما بين الدول لابد أن تكون هناك إنجازات ولابد أن تكون هناك بعض العقبات متصلة بضخامة المشاريع من الناحية وأيضا بعض الأوجه التي لابد أن يتم استكمالها سواء كانت إجراءات حكومية أو إجراءات تشريعية، لكن هذا يتم تجاوزه من خلال الإرادة السياسية ومن خلال التوافق ومن خلال التنسيق والمتابعة، وهذا هو من ضمن أهداف هذه الزيارة، إعطاء قوة دفع للأجهزة والعمل على تقييم الأمور حتى نستطيع أن نتجاوز أي عوائق بحيث تنطلق الأمور بوتيرة أسرع. فقط أريد أن أضيف بأن المنفعة المشتركة هي القاعدة التي انطلقنا منها في إطلاق آلية التعاون الثلاثي هذا. بصراحة لن ينجح شيء إلا إذا حقق منفعة مشتركة لكل أطرافه، ومن هنا فنحن نبني على ما هو موجود من تكامل بحيث يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف. عندما نتحدث عن الربط الكهربائي فيه منفعة مشتركة للجميع، العراق يحتاج الطاقة الكهربائية، نحن وأشقاؤنا في مصر قادرون على أن نقدم هذه الطاقة الكهربائية. فيما يتعلق في المنطقة الصناعية إذا لم يكن هنالك جدوى لن ينجح المشروع. المنفعة المشتركة متحققة لأن هذه المدينة ستكون قادرة على تلبية احتياجات الأسواق في الدول الثلاث. من الذي سيستثمر؟ القطاع الخاص. القطاع الخاص لن يستثمر إلا إذا كان هنالك جدوى لهذه المشاريع، وكما قلت أحيل المشروع الآن إلى مستشار من أجل إعداد الطروحات التي ستقدم إلى القطاع الخاص من أجل أن نبدأ بجذب الاستثمار إليه. موضوع الأنبوب كما قلت أنجز 80% من التحضيرات اللازمة للتوافق عليه ومن ثم البدء بطرحه. فالمنفعة المشتركة هي الأساس. نحن واثقون بأن آلية التعاون الثلاثي هذه قادرة على أن تعود بالخير على دولنا وشعوبنا الثلاث، وأيضا قادرة على أن تقدم منطلقا لمزيد من التعاون الإقليمي الذي أثبتت التحديات الأخيرة خصوصا في ظروف جائحة كورونا وبعد ذلك في تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، أن تعاوننا وتكاملنا هو عامل أساسي في نجاحنا في مواجهة التحديات سواء ارتبطت بالأمن الغذائي أو ارتبطت بغيره من القضايا. القضية الأخرى بأنه كما ذكر معالي الوزير سامح التعاون هو تعاون متكامل، نحن نتعاون في الاقتصاد ونتعاون في السياسة ونتعاون في مواجهة التحديات ونتعاون بشكل عملي على سبيل المثال في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا لنا جميعا. الإرهاب خطر علينا جميعا وعملنا معا على مدى السنوات الماضية في أن نكون جبهة واحدة في مواجهته ميدانيا وفي مواجهة ضلاليته أيضا. فبالتالي هذا الإطار هو إطار مبني على المنفعة المشتركة، إطار مبني على جهد متكامل، وإطار نرى فيه منطلقا لتعاون إقليمي أوسع. السؤال الأخير. السلام عليكم على الوزير. وعليكم السلام. تحدثتم عن تعاون في مختلف المجالات وفي شتى المقطاعات، إن كانت قضية المدينة الصناعية وربط الكهربائي، أيضا بقضية التحديات بخصوص مواجهة الأمن الغذائي، بالتالي هذا قد يوفر
بيئة خصبة للاستثمار هنا في العراق وتبادل المنفعة عبر هذا الفم. بالتالي هل العراق جاهز الآن من أجل استقبال هذه الاستثمارات؟ وهل سيوفر البيئة المناسبة والملائمة والنوعية من أجل استقبال هذه الاستثمارات وبالتالي تحقيق هذا التكامل الاقتصادي؟ الزملاء تحدثوا عن العمل المشترك والتخطيط المشترك وبالنتيجة المنفعة المشتركة والمصالح المشتركة. بالنسبة للسوق العراقية سوق واعدة، والاقتصاد العراقي اقتصاد واعد، ليس فقط بسبب أن العراق دولة نفطية، بل العراق ستكون دولة غازية أيضا المستقبل، والعراق أساسا دولة زراعية، أي نحتاج إلى إعادة بناء القطاع الزراعي، والعراق دولة سياحية خاصة السياحة الدينية. إذن الاقتصاد العراقي اقتصاد واعد. ما ينقصنا في العراق إلى علاقة بأولا الوضع الأمني، والحمد لله الآن وضع الأمني مقارنة مع السنوات السابقة قد تحسن، وإلى علاقة بالوضع السياسي العام نوعا ما غير مستقر، ولكن نتمنى أن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة عن قريب وندخل حالة الاستقرار السياسي. والاستثمار يحتاج إلى علاقات دولية، والعراق بسبب تدمير البنى التحتية لأسباب مختلفة، إلى علاقة بالحرب، إلى علاقة بالحصار الاقتصادي، إلى علاقة بمسائل داخلية، نحتاج إلى استثمار رؤوس أموال، ولكن أيضا نحتاج إلى تكنولوجيا، ولكن أيضا إلى خبراء. إذن ممكن التعاون مع الجانب المصري والجانب الأردني في مجالات مختلفة في هذا المجال، والعلاقات الأردنية والمصرية في هذا المجال أيضا واسعة. يعني نستطيع من خلال التعاون الثلاثي أيضا نستثمر العلاقات الأردنية المصرية مع الشركات العالمية، مع الدول الخارجية، أيضا تجاربهم سواء في الأردن أو في مصر، ندرس تجارب هذه الشركات في هذه الدول لكي ندعوهم للاستثمار في العراق. إذن السوق العراقية سوق واعدة، و مستقبل العراق بالنسبة للاستثمار سواء استثمار الأقليمي يعني المستثمرين من الدول الأقليمية أو الاستثمار من الخارج، أنا متأكد سوف يكون هناك تفاعل بين السوق العراقية والمستثمرين ومن الخارج، وخاصة في هذا الإطار بالتعاون مع المستثمرين المصريين والأردنيين، ومن خلالهم التعاون مع المستثمرين في الدول الأخرى. شكرا جزيلا، شكرا لكم. شكرا. شكرا فؤاد. شكرا. 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 شكرا جزيلا. لا.